السلام عليكم. اليوم احنا في التجربة رقم 5 اللي تتعامل مع الكالوريمتريك ميثود. خلينا في البداية نشوف احنا شو الأساس اللي راح نشتغل عليه. الهدف عندنا في هاي التجربة هو نقيس the delta H and delta U of acid base reaction using calorimetric methods. في البداية خلينا نتذكر شو يعني كالوريمتريك ميثود. كالوريمتريك ميثود هي عبارة عن أو الكالوريمتر هو عبارة عن ديفايس لقياس ال دلتا اتش أو دلتا يو. رح نشوف مع بعض شو الفرقية بيناتهم. طبعا احنا تعلمنا ماشي في الفيزيكال 1 شو المقصود في دلتا اتش ودلتا يو. نتذكر مع بعض حتى نتذكرهم مع بعض نتذكر انه في عندي بشكل عام في عندي internal energy اللي هو دلتا يو. في عندي انا مفاهيمنا هي عبارة عن دلتا يو. في عندي انا مفاهيمنا اللي هي عبارة عن في عندي دلتا يو وفي عندي كيو وفي عندي دلتا اتش. هذول الثلاث مفاهيم نتذكرهم مع بعض. اللي بربط بيناتهم فعليا هو الفيرست لو اوف ثيرموداينامك. في الفيرست لو اوف ثيرموداينامك فيرست لو اوف ثيرموداينامك بحكي لنا انه اللي هو عباره عن اللو تبع الكونزرفيشن اوف انرجي. بحكي لنا انه الانترنال انرجي انترنال انرجي فور اني سيستم ذا انترنال انرجي ماشي هي عبارة عن ثابتة. هي عبارة عن قيمة ثابتة وهي بتتعامل مع two quantities اللي هم عبارة عن الهيت اللي بنعبر عنها من خلال Q والwork اللي هي عبارة عن الشغل. والfirst of thermodynamic بقولنا انه الـ internal energy للسيستم دائما constant ماشي. والطاقة طبعا first of thermodynamic بحكي لنا انه الطاقة لا تفنى تتحدث بل تتحول من شكل الى اخر. فالشكل او لاخر الشكل اللي احنا بنحكي عليه اما بتكون على شكل Q او بتكون على شكل work. فينا احنا according to the first law of thermodynamic any chemical or physical change occurs to the system will be combined by transfer of heat على شكل energy ماشي. والheat may be either evolved as exothermic أو endothermic. بتكون على شكل exothermic أو endothermic. بمعنى آخر لو في عندي أنا system معين في عندي system معين وهذا system صار عملية حرق. فالطاقة اللي بتطلع في عندي عملية burning الطاقة اللي بتطلع إما بتكون على شكل heat ماشي اللي هي على شكل Q أو بتكون تتحول عندي على شكل work. ومثال على ذلك لو أخذناها مثلا السيارة أنا بحرق كمية من البنزين وهاي البنزين تتحول لشغلتين. تتحول لشكل heat وتتحول لشكل work. وهذا الهيت إما بيكون على شكل exothermic أو endothermic. إما الطاقة بتكون عم تنتج أو بتم استخدامها. أتذكر كمان أنه مصطلح الإشارات اللي عندنا أنها Q ممكن تكونها positive أو تكون negative و W ممكن تكون positive أو negative. ومتى بتكون positive؟ إذا الهيت added to the system ماشي بتكون بشكل عام positive. إذا الهيت ماشي done أو removed from the system بتكون في الحالة negative. ونذكر الورك هو عبارة عن تعريفنا الورك من الثيرموداينامك هو عبارة عن ماينس بي في التغير في الفوليوم ماشي. فبالتالي إذا ما كان في عندي تغير في الفوليوم إذا ما كان في عندي تغير في الفوليوم بمعنى دلتا في تساوي زيرو فبكون في عندي في الحالة الورك تساوي زيرو. هذا هو الفيرست لو اوف ثيرموداينامك ماشي. هلا زي ما حكينا الهيت اوف ذا رياكشن ويل افكت ذا انترنال انرجي اللي هي يو and the enthalpy of the system اللي هي H. وهذا الحكي بيعتمد على إما بصير على constant volume أو constant pressure. فبالتالي احنا في عندي أنا هنا Q هاي Q هاي الـ Q إما بتكون على constant volume أو على constant pressure. إذا عملت على constant pressure احنا في هالحال بنتعامل مع delta H. إذا عملت على constant volume في هالحال بنتعامل مع delta U ماشي. change in the enthalpy أو internal energy delta H أو delta U for a chemical reaction could be measured using إيش بنسميها calorimetric method في اللي إحنا بنستخدمها عادة اللي هو الكالوريمتر. شو الكالوريمتر؟ الكالوريمتر عبارة عن instrument is apparatus used to measure the quantity and direction of heat flow a combined chemical or physical change. فالكالوريمتر هو الجهاز اللي إحنا بنستخدمه ماشي.
ويستخدم على اساس يعطيني معلومتين، يعطيني على الهيت فلو انه هل هو كم قيمته وشو الاتجاه تبعه، هل هو مثلا 20 جول او 50 كيلو جول، هل هو بوزيتيف او نيجاتيف، هل هو فلو من ذا سيستم ولا فلو انتو ذا سيستم. الكيلر ميتر ميثودز بامكان نقسمها الى نوعين اساسيات، اما بتكون كونستانت فوليوم كيلور ميتر، اذا كنا بنحكي قاعدين على كونستانت فوليوم كيلور ميتر فالحال انرجي absorbed or released will be related to the change of internal energy. ماشي internal energy، فهي بنتعامل مع دلتا يو. فاذا احنا كنا بنشتغل على constant volume، constant volume فبتكون في هالحالة نتعامل مع دلتا يو. نتذكر ان دلتا يو معناته ما دام الفوليوم constant معناتها الورك يساوي ماينس بي في دلتا في، ماينس بي في دلتا في، ودلتا في تساوي زيرو، معناته في هالحالة احنا بنحكي قاعدين على الكيو في تساوي دلتا يو. نذكر انها دلتا يو كانت دلتا يو تساوي كيو ماينس بي في دلتا في، ما دام هاي تساوي زيرو ماشي معناتها صفة دلتا يو تساوي كيو ات كونستانت فوليوم. النوع الثاني بنسميه كونستانت بريشر كالوريمتر، في هالحالة ذا انرجي ابزوربد اور ريليزد will be related to the change in the enthalpy of the system. في هالحالة بنتعامل مع دلتا اتش اللي حكينا اللي هي عبارة عن Q at constant pressure بنسميها دلتا H. طبعا احنا معظم الكيميكال رياكشن نعملهم في داخل المختبر، ما دام نعملهم في open vessels او في بيكر بتكون في الحالة البرشر ثابت، وفي نفس الحالة بنكون نتعامل مع دلتا H او ال Q at constant pressure. كيف شكلهم؟ ال constant pressure calorimeter اللي هو احنا بنسميه كافي كاب، كافي كاب كالوريمتر زي ما احنا شايفين، هو الفعلية اللي راح نشتغل فيه في داخل المختبر. بتكون عندي انا من كب، وهذا الكب من كاسة بتكون ايزوليتد، وبتكون في عندي في الحالة في عندي هذا استرار عشان احرك سولوشن تبعي، ومن متغطي هنا في انسوليتد ستوبر، وفي عندنا هنا ثيرموديناميك او ثيرموميتر اسف ثيرموميتر على اساس انا اقيس الارتفاع في درجة الحرارة. ليش بنقيس في الارتفاع في درجة الحرارة؟ احنا حكينا انه التفاعل بصير في عندي هذا اما بنتج هيت او بحتاج هيت. في الحالتين اذا انتج هيت راح الطاقه راح تنتقل من رياكشن ميكشر للسوليوشن اللي عندي انا من هان، فبالتالي راح يكون في ارتفاع في درجه الحراره. بينما اذا كان الرياكشن بيمتص طاقه ماشي، معناته راح ادي كمان للسراوندنج اللي هنا في عندي هالسيستم، وهي السراوندنج راح ادي انه ياخذ طاقه من وين، راح تنزل درجه حرارته، فراح ياخذ الطاقه هاي من السراوندنج اللي حواليه، فبتكون في هالحاله قيمة التمبرتشر عم تنزل. في جميع الحالات احنا بنقيسه من خلال قياسنا لدرجة الحرارة، اما بكون في ارتفاع او نزول في درجة الحرارة. النوع الثاني اللي احنا نتعامل فيه اللي هي constant volume calorimeter. ال constant volume calorimeter هو احنا بنسميه عادة بومب calorimeter، بومب calorimeter لسبب انه في هالحالة بكون في عندي انا الفوليوم، لاحظ الفوليوم انا عندي هنا ثابت ماشي. نفس الشيء هنا في عندي انا هنا بتكون عندي هاي المنطقة بصير فيها التفاعل اللي هي ستيل بامب، حواليها زي مي. شو اللي بصير في عندي انا هنا؟ اللي بصير في عندنا انه لما بصير في عندي التفاعل، اذا التفاعل ادى لزيادة درجة الحرارة او ارتفاع في الطاقة، هاي الطاقة راح تنتقل من خلال الجدار اللي عندي هنا، راح تنتقل الى المي، فبالتالي المي راح يصير فيها ارتفاع في درجة الحرارة. طبعا في عندي انا هنا استرار على اساس يضل يحرك المي ماشي. وهنا بطلع في عندي انا ثيرموميتر اللي بقيس فعليا درجة الحرارة. الاهم من هذا الحكي انه لاحظ ان عندك انت هنا الستيل بامب الحجم تبعه ثابت، الحجم تبعه ثابت، فبالتالي انا عندي هنا كونستانت فوليوم كالوريمتر، كونستانت فوليوم كالوريمتر. هل في علاقة ما بين دلتا اتش ودلتا يو؟ طبعا في عنا علاقة ما بين دلتا اتش ودلتا يو، وهذا الحكي علاقة ما بين دلتا اتش ودلتا يو احنا شفناها قبل هيك في لما ناقشنا في التجربة رقم واحد في حال العلاقة ما بين سي بي وسي في. العلاقة اللي تربط ما بين دلتا اتش ودلتا يو بتيجي من خلال تعريفنا للانثالبي. الانثالبي احنا بنعرف انها الانثالبي دلتا اتش هي عبارة عن يو زائد بي في، هيك احنا عرفنا الانثالبي as a parameter as a thermodynamic parameters في الفيزيكال 1.
كثير ممتاز. احنا بهمنا التغير، التغير في اتش هو عبارة عن دلتا اتش، دلتا اتش يعني دلتا يو او دلتا في بي في، في بي في. هذا الحكي بيعني اما هو عبارة عن بي ثابت فبالتالي بتكون بي في دلتا في او في في دلتا بي، هاي العلاقة اللي احنا بنشتغل عليها. ماشي، طبعا هنا احنا كنا نتعامل معها اما بمفهومنا للدريفاتيف او نتعامل معها انه انا بعمل عملية اشتقاق الاول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول. بالمحصلة دلتا اتش او التغير في دلتا اتش هو عبارة عن دلتا يو زائد بي في دلتا في زائد في في دلتا بي، لكن احنا نتعامل ات كونستانت بريشر. اذا كنا ات كونستانت بريشر معناته التغير في دلتا بي، التغير في دلتا بي يساوي زيرو. اذا كان هذا الحاجة صحيح ماشي، فبتكون دلتا اتش تساوي دلتا يو زائد بي في دلتا في. ماشي، بي في دلتا في، نتذكر انه انا في هالحالة عندي بي في تساوي ان ار تي. ماشي، فبي ثابتة التغير معناته هنا بي ثابتة ومحكي على التغير في في. اذا بدي احكي على بي في التغير في في هو عبارة عن ان ثابتة عدد المولات ثابت او ار ثابتة او تي ثابتة، لا حقيقة هو فيها كليتها، فهو عبارة عن بي. ماشي، بتكون في هالحالة التغير في ان ار تي. طبعا انا جبناها في طريقه اسهل بصراحه من اللي حكيته انا، بامكاني اطلع عليها مباشره انا عندي منها. ماشي، ما دام انا في عندي انا بعرف انها بي في تساوي ان ار تي، فمعناتها القيمه كليتها هي عباره عن ان ار تي، معناته في هالحاله دلتا اتش زي ما هي تساوي دلتا يو زائد التغير دلتا بدل بي في هي عباره عن ان ار تي، فهو التغير في ان ار تي. فاما بكون تغير في عدد المولات او التغير في درجه الحراره حسب الوضع اللي بين ايدينا. اذا كنا بنشتغل على كونستانت تمبرتشر اللي بنسميه ايزوثيرمال، فالحاله بتكون هاي فعليا هي عباره عن تي في ار في دلتا ان، لانه ار ثابت. ماشي، حسب السيستم اللي بين ايدينا. ممتاز، معناته في عندي علاقة ما بين دلتا اتش ودلتا يو. نعم، العلاقة اللي بتربط بيناتهم هي فعليا هي عبارة عنها دلتا اتش تساوي دلتا يو في دلتا ان ار تي. ماشي، طيب كيف بدنا نقيس الانثالبي تشينج اندر كونستانت بريشر؟ ميجرمنت اوف انثالبي تشينج تشينجز اندر كونستانت بريشر. في الحالة احنا بنحكي على الهدف نقيس في الحالة عبارة عن كيو at constant pressure اللي هي نفسها دلتا اتش. عادة حكينا نستخدم الكيلورميتر. الكيلورميتر which is an insulated container doesn't allow heat to exchange with the surrounding which allow us to measure the heat of the reaction اللي هي under adiabatic condition. adiabatic condition ماشي هو عبارة عن thermodynamic process and where there is no heat transfer into or out of the system. معناتها Q تساوي zero. على هذا الاساس الرياكشن، ما دام احنا بنحكي على هذا معناته الرياكشن ما في انتقال للطاقه من او الى السيستم. ففي الحاله انا في عندي بيكون في عندي انا حاله من حالتين، حاله من حالتين بمعنى اخر خلينا نعبر عنها بطريقه ثانيه. انا في عندي هي A، هي السيستم تبعي بروح الى B والطاقه كليتها بتم انطلاق يعني بتم ماشي الطاقة اللي بنحكي عنها بصير بتم تبادلها من خلال بهالشكل. أنا في عندي هنا حالة بصراحة حالة من ثلاث حالات مش حالة من حالتين. الحالة رقم واحد إنه ما يكون في تغير في الطاقة. ماشي، فالحالة التفاعل لا بكون لا إكزوثيرميك ولا إندوثيرميك. الحالة الأولى إذا كان إكزوثيرميك معناتها A بلس A بتعطيني B بلس هيت. ماشي، أو A بلس بتعطيني B زائد اكيو. ماشي، فالحالة اكزوثيرميك بتكون في عندي heat transfer will lead to the raise of the temperature of the reaction of the reaction system. مدام في عندي انا هنا انتاج للطاقة، انتاج للطاقة وانا في عندي الرياكشن تبعي هذا كله اصلا معمول في داخل كيلورميتر، والكيلورميتر حواليه مي. فبالتالي لو حطينا ثيرموميتر هنا فهذا الثيرموميتر رح يؤدي الى ارتفاع في درجة الحرارة لانه في طاقة عم تطلع وهي الطاقة بتروح للسراوندينج ماشي بشكل كامل، فرح يكون في عندنا هنا ارتفاع في درجة الحرارة. الحالة الثانية انا في عندي A بتروح الى B لكن هاي عبارة عن اندوثيرم، معناته حتى يصير تفاعل هو محتاج هيت او محتاج
كيو ماشي تمام. طيب ما دام محتاج من ندخلها، فبالتالي هيت ترانسفير واللي تو ذا لوور تمبريتشر اوف ذا رياكشن ميكستشر. ليش؟ لانه انا في عندي هاي التفاعل تبعي موجود عندي هنا، هاي صار تفاعل، وفي عندي انا هنا ثيرموميتر، فالتفاعل هذا عباره عن اندوثيرميك، معنى اخر محتاج طاقه ماشي، فهو محتاج طاقه معناته انا ايه زائد هيت عشان يصير في عندي انا التفاعل. من ندخلها بناخذها من السراوندينج ماشي، معناته الطاقه تبعت السراوندينج بدها تقل، بمعنى اخر درجه الحراره راح تنزل، راح يكون في عندي انا هنا نزول في التمبرتشر ماشي. زي ما حكينا التغير في درجه الحراره سواء في حاله الاكزوثيرميك او الاندوثيرميك او الحاله الثالثه اللي حكينا ما في عندي تغير، بتنقاس من خلال دلتا تي. فدلتا تي في الحاله احنا بنقيسها ل السراوندينج ماشي، بتكون دلتا تي اللي هي عباره عن تي فاينل. دلتا تي المقصود فيها هي عباره عن تي فاينل ماينس تي انيشال. هاي احنا هيك بنستخدم عندي الكالوريمتر. طيب هل كميه الطاقه اللي انا بتعامل معها، هل كميه الطاقه اللي سواء اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك على ايش بتعتمد؟ كميه الطاقه اللي احنا بنحكي عنها اللي هي كيو دلتا انرجي او انرجي او كيو بتعتمد على ايش؟ بتعتمد بالتاكيد رقم واحد على الماس للسيستم تبعي. وهذا الحكي يا ريت نتذكر، هل اذا بتعتمد على الماس هل هي انتنسيف ولا اكستنسيف؟ نتذكرها ماشي، احنا حكيناها في اكسبيرمنت نمبر 1 الفرقيه ما بين الاكستنسيف والانتنسيف. في جميع الحالات، في جميع الحالات انا في عندي هنا كيو بالتاكيد بتعتمد على الماس. يا ريت طبعا لو هل في طريقه انه تعتمد شو يعني لو بتعتمد لو ما بتعتمد، لو ما بتعتمد هذا الحكي بيعني انه انا لو استخدمت لتر بنزين للتدفئه او استخدمت 10 لتر النتيجه نفسها، بس احنا بنعرف انه استخدامنا لتر بنزين بيعطي كميه طاقه مختلفه عن استخدامنا لترين بنزين او لترين ديزل ماشي. فاول فهي بالتاكيد كيو بتعتمد اساسا على الماس. الشغله الثانيه ماشي بتعتمد على طبيعه الماده، طبيعه الماده هل المادة بتعطي طاقة كبيرة ولا بتعطيش طاقة كثيرة؟ هلا في بعض المواد احنا ممكن نحرقها تؤدي لارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2 سلسياس، في اشي نفس المادة مادة ثانية ممكن تعطي بمقدار 10 سلسياس، فهي بتعتمد على طبيعة المادة، وطبيعة المادة بنعبر عنها من الهيت كاباسيتي اللي احنا بنسميها هيت كاباسيتي. هلا رح نشوف كل واحد فيهم شو هم هيت كاباسيتي. ممتاز. الشغلة الثانية بتعتمد على تغير في درجة الحرارة، هل والله الحرق أدى ماشي أنه يكون في ارتفاع درجة الحرارة مقدار 10 الفرقية 10 سلسياس ولا الفرقية 20 سلسياس ماشي. بشكل عام زي ما احنا شايفين هنا بإمكاننا نربطها أنها الإنرجي بشكل عام تساوي ماشي بي في إم في سي، أو خلينا نستخدم نفس المصطلح متعودين عليه اللي هي ماشي سي تمام. الإنرجي بتعتمد على الهيت كاباسيتي في الماس في دلتا تي ماشي، مرات يتم استخدامها باستخدام بي ومرات باستخدام سي النتيجة نفسهم. شو هي عبارة عن سي؟ هي عبارة عن الهيت كاباسيتي اللي عبارة عن energy required to change the temperature of material by 1 degree. لكن هلا لاحظ تعريف الهيت كاباسيتي احنا مش محددين الكمية، بنستخدم شيء ما يسمى بالحرارة النوعية. لاحظ انا مرة استخدمت سي ومرة استخدمت بي، الهدف منها اقول لك انه الحالتين نفس الشيء، يعني هي فقط مصطلحات احنا بنستخدمها. anyway فالسبيسيفيك هيت كاباسيتي هي عبارة عن the energy required to change 1 gram of the material by 1 degree. طبعا في عندنا شغلة ثالثة بإمكاننا نسميها اللي هي المولر هيت كاباسيتي. المولر هيت كاباسيتي، المولر هيت كاباسيتي هي عبارة عن نفس الترتيب نفس التعريف، هي عبارة عن energy required to change 1 mole، هي عبارة عن energy required to change 1 mole of material by 1 degree ماشي. وزي ما احنا شايفين الهيت كاباسيتي وحدتها جول لكل سلسياس، السبيسيفيك هيت كاباسيتي تكون جول لكل جرام لكل سلسياس، وبنتوقع في الحالة هاي وحدتها عبارة عن جول لكل مول لكل سلسياس تمام. فهاي هي عندي انا الانرجي او كيو هي عبارة عن سي ام في دلتا تي ماشي، سي ام في دلتا تي تمام. انا في عندي لاحظ انه التفاعل تبعي انا وين بعمله او السيستم تبعي بعمله من خلال كيلوريمتر، هاي الكيلوريمتر عندي هنا
ماشي. والرياكشن ماتيريال A زائد B عشان يصير في عندي انا التفاعل. معناته انا التوتال السيستم تبعي في عندي انا هنا شغلتين، في عندي الكيلوريمتر هي واحد، وفي عندي الرياكشن ميكشر اللي هو عبارة عن اثنين. فهالحالة الهيت كباسيتي للسيستم كامل، الهيت كباسيتي للسيستم كامل هو عبارة عن حاصل مجموع الهيت كباسيتي للكيلوريمتر زائد الهيت كباسيتي للرياكشن ميكشر او السيستم اللي احنا بنحكي عليه. ليه؟ لانه احنا عندنا الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، والطاقة اشي بامكاننا نجمعه، ماشي. وفي عندي انا هنا والانرجي في هالحالة مدام الانرجي كيو بامكاننا نحسبها من خلال الانرجي في هالحالة، هي عبارة عن مجموع حاصل مجموع الانرجي للكيلوريمتر زائد حاصل زائد الانرجي لمين؟ للسيستم تبعي، اللي هي طبعا من خلال B1 مو M1 دلتا T زائد B2 M2 دلتا T. ليش ما حطيناش هنا دلتا T1 دلتا T2؟ لسبب بسيط، انه التغير في درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة، نفترض انه في السيستم درجة الحرارة ارتفعت من 10 ل 15، هذا الحكي بيتم للكيلوريمتر وبيتم للرياكشن ميكشر تبعنا. لاحظوا في عندي انا كيو بامكانها تكون بوزيتيف او نيجاتيف. The Q value will be positive if the temperature is increased. إذا كان في عندي أنا في هالحالة، لاحظ إنه specific heat capacity دائما positive والماس دائما positive. معناته قيمة الإنرجي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على دلتا T. إذا كان في عندي ارتفاع في درجة الحرارة، يعني دلتا T ارتفعت من 10 إلى 15، كانت دلتا T positive، فبالتأكيد the Q value بتكون positive، ماشي. إذا صار في نزول في درجة الحرارة بتكون في هالحالة دلتا بتكون قيمة الانرجي عبارة عن نيجاتيف. هلا دلتا اتش از ايكوال تو ذا كيو فاليو، ماشي، وذ اوبوزيت ساين. بمعنى اذا كانت دلتا اتش، نفترض اذا كانت كيو حسبناها 20، فدلتا اتش في الحالة تكون تساوي ماينس 20. ليه؟ ليش بتكون دلتا اتش عندها ايكوال ذا كيو فاليو وذ اوبوزيت ساين؟ السبب بسيط، لانه في عندي انا اديابيتك كونديشن، فدلتا كيو تساوي زيرو. دلتا كيو تساوي زيرو معناته الطاقه اللي بفقدها السيستم بكسبها السراوندينج، والطاقه اللي بياخذها السيستم بياخذها من السراوندينج، ماشي. ونتذكر تماما انها دلتا اتش عباره عن دلتا يو زائد دلتا ان ار تي. اذا حسبنا دلتا اتش سهل جدا نحسب دلتا يو. اتفقنا لغايه الان؟ لاحظ كمان انه الحسبه اللي عندي انا هنا كليتها مرتبطه في حسبنا لدلتا تي، ماشي، دلتا تي، ماشي. هنا في عندنا لما بنستخدم الكيلوريمتر في عندنا شغله كثير مهمه، كيف بدنا نحدد قيمه دلتا تي؟ وهذا الحكي افترض انه نشرح لكم في داخل المختبر. بالتاكيد مش كفايه ان انا احط اجيب ال الكيلوريمتر تبعي. هي انا عندي هنا كافي كاب كيلوريمتر، وحطيت في ثيرموميتر واقيس والله درجه الحراره في البدايه واقيسها في النهايه، مش كفايه، لانه انا في عندي انا هنا سيستم في حاله ايكوليبريوم، يعني درجه الحراره قاعده بتختلف. فاحنا حتى نقيس الاليه اللي بنقيسها فيها زي ما تعلمتوا في داخل المختبر، احنا شو اللي بنعمله؟ بنقيس شيء بنسميها انرجي دايجرام او تمبريتشر دايجرام. احنا في البدايه بنحط الثيرموميتر، ماشي، وبنعمل عمليه ريكوردينج لدرجه الحراره لمدة تقريبا كل 20 ثانية، فبناخذ نقاط، ماشي، كل 20 ثانية بناخذ نقطة وبنرسم ما بين درجة الحرارة والزمن. فبناخذ مجموعة من النقاط في البداية وبنضل ناخذ في البداية لمدة 20 ثانية بيفور ستارتنج ذا رياكشن، بنعمل بنخلي الرياكشن تبعنا يمشي وبنضل ناخذ درجة حرارة كل 20 ثانية. معناته احنا بكون في الحالة انا عندي هنا جدول بمثل عندي هنا تايم وهنا تمبريتشر، ماشي، في الزمن زيرو، في الزمن 20 ثانية لمدة نفترض 10 دقائق أو ربع ساعة لغاية ما. هذا الحكي بيؤدي لو رسمنا العلاقة ما بين درجة الحرارة والزمن للتفاعل تبعنا في البداية قبل بداية التفاعل، راح لاحظوا في عندي أنا هنا بعض النقاط اللي درجة الحرارة فيها ثابتة، بعدين تبلش ترتفع شوي شوي، لأنه ما بيكون في عندنا جمب إحنا في درجة الحرارة مرة واحدة، ترتفع بترتفع بترتفع لغاية ما نوصل درجة معينة، بعدين ماشي بتكون تنزل زي ما احنا شايفين. نقاط الحمراء هاي الاكسبيرمنتال ريزلتس اللي انا حاصل عليها. طب بناء عليها كيف بحدد درجه الحراره؟ ما في اشكاليه، انا في عندي هنا لو عملت خط مستقيم بهاي الشكل هاي بتكون التي انيشال. مشكلتنا في التي فاينل. التي فاينل شو اللي بنعمل؟ بناخذ في المنطقه اللي فيها بتم ارتفاعها، في هنا بناخذ خط عمودي
هي بنرفعه الى اعلى ما يمكن، وبنشوف المنطقه اللي فيها نزول. عندي انا هنا باخذ اكسترابوليشن، برسم خط عندي بهي الشكل، نقطه التقاطع ما بين الخطين هي هاي بتكون فعليا بتمثل التي ماكسيم. فهنا التي انيشال وهي التي ماكسيم، معناته انا هاي باخذها من خلال تمبرتشر كيرف. ماشي، لاحظ انا ما عندي نقطه هنا، باخذ بعمل برسم العلاقه اللي بتعطيني خط نزول مستقيم، بمدها الى وبطلع خط عمودي من هالمنطقة. نقطة التقاطع اللي بيناتهم هي بتمثل التي ماكسيم، برضه هذا اكسبرمنت اللي بتعلمه في المختبر. في التجربة اللي رح نعملها اليوم، ماشي، رح نحدد فيها شغلتين. في البداية رح نتعلم كيف نقيس دلتا اتش لسمبل رياكشن اللي هي نيوتراليزيشن رياكشن، والنيوتراليزيشن رياكشن القصد هو عبارة عن تفاعل ما بين اسيد زائد بيس، واحنا بنعرف ان الاسيد زائد بيس بيعطيني ووتر زائد سولت. ماشي، رح نتعلم كيف نعمل هذا، نطلع دلتا اتش للرياكشن هاي، وهذا تفاعل كثير بسيط. الفكرة فيه كثير بسيطة، انا بضيف اسيد في البداية بقيس درجة الحرارة، بضيف عليه بيس، ماشي، وبقيس درجة الحرارة لما ينتهي التفاعل، وبحسب دلتا. في الحالة بحسب دلتا اتش اللي هي من خلال حسابتي لكيو اللي هي عبارة عن الماس في السبيسيفيك هيت كاباسيتي في دلتا تي. الماس تبع الرياكشن عندي معروف، انا بكون عارف قديش ضايف كميه من الاسيد وكميه من البيس، وبعرف السبيسيفيك هيت كاباسيتي للسيستم تبعي، لانه في الحاله بكون النتيجه عباره عن مي، وبقيس درجه الحراره بتطلع عندي. بعد ما نعمل هالجزء الاولاني رح نستفيد منه عشان نعمل اللي هي دلتا اتش فورميشن للامونيوم سولت، لان انا اتش 4 اكس. في الحاله احنا بنحكي رح نعملها اكس عباره عن اي هالوجين، في الحاله رح نعملها احنا لان اتش 4 سي ال. ماشي، راح نشوف مع بعض كيف راح نشتغلهم. ناخذ التفاعل الاولا اللي راح نعمله، هو عباره عن الاسيد بيس رياكشن او نيوتراليزيشن ما بين الاسيد والبيس. النت اين اكويشن بيحكي عنها هو عباره عن تفاعل ما بين الاسيد زائد ما بين الاو اتش، ماشي، اتش بلس زائد او اتش ماينس عشان يعطيني اتش 2 او. طبعا هذا التفاعل بيكون اكزوثيرميك، على هالاساس بيعطيني قيمه كيو. ماشي، طيب دلتا اتش، ماشي، اوف نيوتراليزيشن كيف بنعرفها؟ دلتا اتش في نيوتراليزيشن هي عباره عن the enthalpy change، يعني دلتا اتش when one mole of water is formed، ماشي، from completed ionization of an acid and base under standard condition. فبالتالي دلتا اتش في نيوتراليزيشن احنا بنحكي عنها، دلتا اتش هي عباره عن دلتا اتش لكل واحد مول من الووتر از فورمد. ماشي، هلا لاحظ انه في عندي انا من هنا كيو للرياكشن عباره عن بوزيتيف، فكيو، ماشي، از ابزورد باي ذا رياكشن، لانه التفاعل ما بين الاتش والاو اتش ماينس بينتج طاقه، هاي الطاقه وين تروح؟ بتم امتصاصها من الرياكشن، فبكون في عندي انا ارتفاع في درجه الحراره. كيو للتفاعل هي عباره عن ماينس دلتا اتش. نتذكر انه دائما اشاره دلتا اتش هي عكس اشاره كيو، لانه الطاقه اللي بنتجها عندي هنا بتم امتصاصها في السيستم، فكيو عباره عن ماينس دلتا اتش. وكيو في الحاله اللي بنحكي عنها هي عباره عن محصله 2 كيو، كيو للسوليوشن اللي هو التفاعل زائد كيو للكالوريمتر. ماشي، في الحاله بلزمنا شيء كثير مهم نعرف الهيت كاباسيتي للكالوريمتر. ليش؟ لانه حتى احسب كيو اذكرك انها كيو للسوليوشن عباره عن ام في سي في دلتا تي، وكيو للكالوريمتر عباره عن ام في سي في دلتا تي، فلازم اعرف الهيت كاباسيتي للكالوريمتر. ماشي، تمام، وهي بنعملها بطريقه كثير بسيطه. كيف بنعرفها؟ من خلال انه احنا نضيف ميه بارده مع ميه سخنه. اول شغله، معناته الخطوه الاساسيه اللي بنعملها في الميثودولوجي زي ما حكيت، لازم نعرف الكيو تبع الكالوريمتر. كيف بتنعمل؟ قبل ما نعمل تجربتنا لازم نعمل عملية كاليبريشن للكالوريمتر، الهدف منها اللي هي evaluate the calorimeter heat capacity. calorimeter heat capacity والكالوريمتر heat capacity اللي هي بنسميها عادة calorimeter capacity constant، وتكون وحدتها في الحالة جول لكل لكل سلسيوس. أذكركم شو يعني هذا الحكي، بيعني إنه أنا في عندي أنا هنا Q للكالوريمتر هي عبارة عن الماس في سي في دلتا تي، تمام. احنا راح نستخدم نفس الكالوريمتر، فبالتالي الوزن تبع الكالوريمتر ثابت، معناته الماس في
الهيت كاباسيتي بنسميها كالوريمتر كاباسيتي كونستانت او الهيت كاباسيتي كونستانت للكالوري متر. كيف نعملها؟ بنعملها من خلال نون ماس اوف هوت اوف هوت ووتر تو ا نون ماس اوف كولد ووتر، ماشي، موجوده اصلا في داخل الكالوريمتر. على هذا الاساس الهيت lost by hot water is absorbed by the cold water، ماشي. احنا بنضيف كميه من المي السخنه على كميه ثابته من المي البارده. طبعا احنا المي، نتذكر المي نسبه الدنسيت تبعتها تساوي 1 مل 1 جرام بير مل، بمعنى اخر لو ضفت 10 مل يعني 10 جرام. فانا بضيف كميه معينه من المي السخنه على كميه من المي البارده وبقيس درجه الحراره اللي شو بصير فيها. فالكيو الهوت ووتر رح تخسر طاقه ورح تروح للكولد ووتر. فالهوت ووتر رح تخلص، رح الطاقه اللي بتخسرها، ماشي، رح تتحول لوين؟ رح تروح للكولد ووتر زائد رح تتحول للكالوريمتر. على هذا الاساس الهيت ابزورد باي كالوريمتر ممكن نعبر عنها من خلال كيو للهوت ووتر ماينس كيو للكولد ووتر. كمان مره، ما دام في عندي اديابتيك سيستم الطاقه لا تفنى وتستحدث، ففي عندي الهوت ووتر رح تخسر الطاقه تبعتها، رح تروح جزء منها للكولد ووتر زائد جزء منها للكالوريمتر. هذا الحكي شو بيعني؟ انه كميه كيو للكيلوريمتر باختصار طلعها على برا بدها تكون تساوي كيو للهوت ووتر ماينس كيو للكولد ووتر، ماشي. Assuming the temperature of the kilometer is the same as the solution inside it all the time. طبعا احنا نفترض انه التغير في، يعني التغير في درجه الحراره اللي صار ما بين الهوت ووتر والكولد ووتر هي نفسها كمان تستفيد منها الكيلوريمتر. في الحاله بنعرف الكيلوريمتر كونستانت من خلال هو عباره عن كيو للكيلوريمتر على دلتا تي للكولد ووتر، ماشي. هيك بنعرف الكيلوريمتر كونستانت. من وين جبناها؟ الموضوع كثير بسيط. نتذكر انه الكيلوريمتر كونستانت احنا بنعرف انها كيو تساوي كيلوريمتر كونستانت في دلتا تي. طب انا بدي الكيلوريمتر كونستانت لحاله عباره عن كيو تقسيم دلتا تي، كيو للكيلوريمتر على دلتا تي لمين؟ للكولد ووتر اللي هي صار لها ارتفاع في درجه الحراره. ناخذ مثال نفهم شو اللي حكينا قبل شويه، ماشي. ناخذ مثال، لو كان في عندي انا هنا 40 مل اوف ووتر ات 60 ديجري زادت تو 40 مل، ماشي، اوف كولد ووتر على درجه حراره 25. طبعا water is already in a calorimeter. The temperature is the temperature is 15 degree. ارتفع درجة الحرارة بمقدار 15 degree. شو اللي عملنا احنا هنا؟ جبنا عندي انا هنا، تمام، عندي انا هنا كمية هي hot water درجة حرارة 60، ماشي، حطيناها على cold water، ماشي، هي cold water درجة الحرارة في 25 degree. جبنا 40 جرام وعلى 40 جرام. طبعا حدا رح يحكي لي انت ليش 40 جرام؟ ما انت كانت 40 مل. نتذكر انه الدنس تبعت المي عباره عن 1، يعني كل 1 مل وزنه فعليا 1 جرام. ضفناهم على بعض فارتفعت درجه الحراره عندي هنا بمقدار 15 درجه، يعني تحولت من 25 ل 40. لما ضفناهم على بعض درجه الحراره ما ظلت 60 ولا صف 25، ارتفعت بمقدار 15 دجري، معناته دلتا تي في هالحاله تساوي 15 سلسيوس، ماشي. المطلوب نحسب واتس ذا كيلوريمتر كونستانت، تمام. بدنا نشوف هنا we need to find the difference between the heat lost by the hot water لما حطينا 60 ل 40 من 60 ل 40 and the heat gained by the cold water when it's heated من 40، ماشي، up to 40 from 25. Note that the value of the طبعا زي ما حكيت عبارة عن مل، ما بتفرق معنا لأنه احنا بنعرف الدنسي تبعت المي هي عبارة عن 1 مل 1 جرام لكل مل. نطلع على الهوت ووتر صار فيها. الهوت ووتر صار فيها انا في عندي كيو تساوي ام في دلتا تي في سي بي. طبعا الهيت كاباسيتي للمي احنا بنعرف ان هي عبارة، الهيت كاباسيتي للمي هي عبارة عن 4184 جرام جول بير جرام بير سلسيوس، تمام. معناته الكيو للهوت ووتر كانت هي عباره عن ام في دلتا تي في سي بي 40 في 4.18، ماشي، تمام، اوكي.
تمام. في هنا سينا نكتب شغله انه هذا temperature is raised 15. طبعا temperature لل temperature الهوت ووتر ماشي تمام نزلت ل 40. فبالتالي دلتا تي هنا temperature الهوت ووتر temperature الهوت ووتر يعني احنا درجه الحراره ارتفعت ل حكينا ارتفعت من 25 زادت مقدار 15 معناته الفاينل تمبرتشر تي فاينل تي فاينل حكينا هي عباره عن كانت 40 ماشي تمام كانت 40. ليه من وين جبناها هاي؟ انه احنا قلنا في السؤال ذا تمبرتشر ريز 15 ديجري معناته ال 25 تحولت الى 40 معناته الفاينل تمبرتشر 40. طيب بالنسبه للهوت ووتر دلتا تي شو كانت تساوي؟ دلتا تي كانت هي عباره عن 60 ماينس 40 ماشي فهي عباره عن 20. فالهوت ووتر لوست هي عباره عن 40 في 20 في 4.1 في 84 هي عباره عن 3347.2 جول. طب شو صار بالنسبه للكولد ووتر؟ الكولد ووتر حكينا كيو تساوي ام في دلتا تي في سي بي. سي بي للمي نفسها الماس 40 جرام احنا استخدمنا لكن كام دلتا تي؟ السؤال قلنا انه ارتفعت بمقدار 15 فدلتا تي تساوي هاي دلتا انا عندي تي تساوي هنا 15 تمام. فبالتالي كيو للكولد ووتر هي عباره عن 2510.4. حكينا الكالوريمتر في هالحاله الكالوريمتر الانرجي اللي اخذها ماشي هو عباره عن دلتا تي حكينا تتذكروا حكينا عباره عن كيو للهوت ووتر ماينس كيو للكولد ووتر. فالفرقيه بيناتهم هي عباره عن 836.8 جول ماشي. لكن احنا بدنا نحسب الهيت كاباسيتي. حكينا الهيت كاباسيتي هي عباره عن كيو كيلومتر على دلتا تي للكولد ووتر معناتها تساوي 836.8 ديفايدد باي 15 بتكون الهيت كاباسيتي هي عباره عن 55.8 جول لكل سلسيوس. هيك بنحسب ال الهيت كاباسيتي للكالوريمتر. طبعا هي مثال ثاني كالكوليت ذا كالوريمتر كونستانت اف 25 جرام ووتر ات 60 واز ادد تو 25 جرام اوف ووتر ات 25 وذ ريزلتنج تمبرتشر 35. الفاينل تمبرتشر كانت 35 نفس اللي احنا اللي عملناه ماشي. اف ذا كونستانت وير 0 ذا فاينل تمبرتشر اوف ذا ووتر كود بي 42. شو المطلوب هنا؟ المطلوب with the resultant calculate the calorimeter constant ماشي. نفس الحسبة اللي احنا عملناها قبل شوية ماشي. هاي مثال لكم. الجزء الثاني من الجزء الاولاني حكينا معناته احنا اللي بدنا نعمله في هالحالة هو delta H of neutralization. الخطوة انا اسف الخطوة رقم خطوة رقم واحد حكينا اللي رح نعمله هي عبارة عن نعمل كاليبريشن الكالوريمتر باستخدام هوت ووتر وكولد ووتر. بعد هيك رح نبدأ في الجزء الثاني من التجربة تبعتنا اللي هي نحسب دلتا اتش اوف نيوتراليزيشن. وزي ما حكينا دلتا اتش اوف نيوتراليزيشن هي عبارة عن ميكسينج نون كوانتيتي اوف ان اسيد اند بيس ماشي. في البداية اثنين على نفس درجة الحرارة عند الكالوريمتر وبنقيس دلتا تي لهم مع الارتفاع. The heat given off by the neutralization reaction دلتا اتش في الحالة بإمكان استخدمها نحسبها من خلال المعادلات اللي احنا عملناها. دلتا اتش نتذكر انها كيو نتذكر في الحالة انها كيو تساوي ماينس دلتا اتش معناته كيو كان تساوي كيو للسولوشن زائد كيو للكيلوريمتر ماشي. كيو للكيلوريمتر عبارة عن الهيت كاباسيتي للكيلوريمتر اللي احنا حسبناها في دلتا تي. طبعا الارقام الهيت كاباسيتي مش المثال اللي اخذناه حسب ما بطلع معك في داخل المختبر. كيو للسولوشن هو عبارة عن الهيت كاباسيتي للمي في الماس في دلتا تي. نتذكر عندك انت هنا الماس هنا هي الماس للتوتال يعني الماس للكمية اللي بتطلع عندي كاملة رح نشوفها في مثال. طبعا الفي اللي هي سوليوشن فوليوم والرو هي عبارة عن الدنسيتي. في هالحالة دلتا اتش تساوي كيو على ان زي ما احنا حكينا. هاي ناخذ مثال كيف نحسب بعض يعني داتا زي اللي طلعت معنا. 150 جرام اكيوس سوليوشن كونتيننج 0.25 مولر اوف ان او اتش تمام ات 25 دقيقة سلسياس ماشي ادد تو 150 جرام ان اكيوس سوليوشن كونتيننج 0.25 مول ماشي. انا عندي انا هنا مول تمام اللي عملناه بالشكل التالي. خلينا خلينا نشوف شو اللي عملنا احنا. انا عندي هنا هاي انا في عندي عمل تفاعل ما بين
HCl زائد NaOH عشان تعطيني H2O plus water plus NaCl. ممتاز. شو المعطيات اللي بين ايدي؟ اخذت انا عندي انا هنا 25 50 جرام اكو سوليوشن كونتينينج 0.25 مول اوف ان او اتش، معناته الان او اتش عندي هنا 50 جرام، ماشي 50 جرام من ودرجه الحراره كانت على درجه حراره هاي جرام، فعلناها مع 150 جرام اتش سي ال. درجه الحراره كانت في البداية هنا على درجة حرارة 25 ودرجة حرارة هنا 25، ماشي 25 و25 تمام. المولات اللي كانت عندي أنا هنا حسب ما هو عندي في السؤال، هنا عندي هنا المول، هنا عندي كانت 0.25 وأنا عندي أنا هنا 0.25. ممتاز، هاي التفاعل اللي عندي هاي. طيب شو نشوف شو صار عندنا. انا كالوريمتر ذا تمبرشر اوف ذا سوليوشن انكريز تو 36، معناته تي هنا انا عندي تي فاينل كانت عباره عن 36 ديجري. ذا سبيسيفيك هيت كاباسيتي اوف ذا سوليوشن از 4.184 جول لكل جرام لكل سلسيوس، ماشي. جول لكل جرام، معناته specific heat capacity عبارة عن 4.184 جول جرام سلسيوس، تمام. and the kilometer absorbs، ماشي and the kilometer absorbs a negligible amount of heat، calculate delta H for the reaction. الموضوع هنا كثير بسيط حتى نحسبها، خلينا نشوف المعطيات اللي بين ايدينا، تمام. لاحظ عندي انا هنا دلتا H حكينا تساوي minus EQ أو EQ تساوي ما دلتا H، معناته EQ تساوي M في C في دلتا T. الماس اللي عندي أنا هنا نشوف الماس الموجود أنا عندي كم قيمة الماس للرياكشن. الماس هي عبارة عن 50 زائد 150 جرام، هاي توتال ماس اللي هي لل HCl زائد NaOH. الهيت كاباسيتي أو سبيسيفيك هيت كاباسيتي إحنا عندي كله في المي لأنه بنتج مي، هي عبارة عن 4.184 في دلتا تي اللي احنا بنحكي عنها. دلتا في تي في الحال هي عبارة عن 36 minus 25، ماشي بتطلع كلها تساوي في الحالة Q equal 9196 جول، ماشي كثير ممتاز. هلا هو احنا هنا شو المطلوب منا؟ مطلوب كالكوليت دلتا اتش ذا رياكشن ان كيلو جول بير مول اوف اني اتش. ما دام طلعنا كيو فالحاله بتكون انا عندي هنا، خلينا احط لهم ثاني بس عشان نميز بيناتهم. فالحاله هي دلتا اتش تساوي ماينس، حكينا دلتا اتش تساوي كيو على المول، ماشي. في الحالة بتكون دلتا اتش هي عبارة عن minus 9196 جول، عدد مولات لأنه اتش 0.25. بتكون في الحالة دلتا اتش هنحطها هنا تساوي، ماشي هنا كيو تساوي الماس في سي في دلتا تي، هنا هي عبارة عن 9196 جول. دلتا اتش تساوي كيو على نمبر اوف مول، الحالة تساوي 9196، طبعا اشارة نيجاتيف لانه احنا حكينا كيو اشارتها مختلفة عن اللي هناك، على 0.25 تكون في الحالة تساوي 3678 جول بير مول، أو دلتا اتش تساوي ماينس 0.784 كيلو جول بير مول. تطبيق مباشر. ممتاز، معناته احنا في الجزء الأولاني
تعلمنا فيهم شغلتين، كيف نحسب الهيت كاباسيتي للكالوريمتر باستخدام الهوت والكولد ووتر، بعدين نستفيد من هالمعلومه عشان نطلع دلتا اتش للنيوتراليزيشن رياكشن. عندنا زي ما حكينا التجربه هي عباره عن تو بارتس، ماشي. البارت الثاني بنحسبه اللي هي انثالبي اوف فورميشن للامونيوم سولت في الحاله ال NH4Cl. شو هي الستاندرد هيت اوف فورميشن لاي كومباوند؟ بشكل عام احنا بنعرف ال دلتا اتش اوف فورميشن لاي كومباوند عباره عن ذا تشينج اوف انثالبي ذات اكومبا ذا فورميشن اوف 1 مول اوف سبستنس اند ان اتس ستاندرد ستيت فروم اتس كونسنتريت اليمنتس ان ذير ستاندرد بريشر او ستاندرد ستيت، اللي هي البريشر يساوي 1 بار والتمبريتشر هي على 25 ديجري. ستاندرد هيت فورميشن هي عبارة عن كمية الطاقة اللازمة لتحضير 1 مول من المركب، ماشي، في ظروف المعياري في الستاندرد كونديشن او في حالتهم، في حالتهم الظروف المعيارية اللي هي بتكون في الحالة بريشر يساوي 1 بار والتمبريتشر عبارة عن 25 ديجري. في الحالة اللي احنا بنعرف فيها it's not easy to measure directly the enthalpy of formation of the ammonium salt، احنا عادة مش بسهولة بإمكاننا نقيسها. طب شو الحل؟ الحل ما دام انا ما بقدر اقيس دلتا اتش للرياكشن او لاي رياكشن مباشره، بامكاني استخدم هيس لو تو ميجر ذا دلتا اتش. فاحنا هنا راح نطبق كمان، راح نستخدم مفهوم الهيس لو. اذكركم شو يعني هيس لو. لو كان في عندي انا A على سبيل المثال زائد B تعطيني C، ماشي، و C تتفاعل مع D عشان تعطيني تفاعل H، تفاعل F فرضا، ماشي، وانا بدي اطلع هذا نفترض كان عنده 20 جول وهذا كان عنده ناقص 30 جول. طيب كم كمية الطاقة اللي لازم لتعمل التفاعل التالي A زائد B عشان تعطيني F؟ كم دلتا H في هالحالة؟ كم دلتا H اللي احنا للتفاعل هاي؟ الموضوع كثير بسيط، زي ما تعلمنا في في الثيرموكيمستري او في الثيرموديناميك، ماشي، بلاحظ انه هذا التفاعل هو عبارة عن محصلة التفاعلين، ماشي، تمام. خلينا نخليها شوي اصعب، ماشي. خليها على سبيل المثال انا عندي هنا هاي الاشارة بهاي الشكل، بمعنى C زائد B، ماشي، يعني هاي انا في عندي F، انا اكتب طريقة ثانية F، ماشي، F بتتفاعل عشان تعطيني C تعطيني A زائد B، ودلتا H في الحالة هي عبارة عن ماينس 30 جول. هاي المعطيات اللي بين ايدي. انا شو التفاعل اللي بدي اياه؟ انا بدي A زائد B تعطيني C، A زائد B هي اللي تعطيني F. فحتى هيسلو بيقول لي محصلة، ما دام محصلة التفاعلين بتعطيني التفاعل انا بدي اياه، فبالتالي دلتا اتش هي عباره عن مجموع دلتا اتش للتفاعل. لكن انتبه هنا انه في عندي التفاعل رقم 2 لازم اعكسه، فبصفي انا عندي التفاعل A زائد B C ودلتا اتش في هالحاله تساوي 20، ما اختلفت عليها شيء. لكن التفاعل رقم 2 انا بدي اياه يكون على شكل خليني خربشت الدنيا هنا. هنا انا عندي هنا، ماشي، اف تنتج سي ودلتا اتش الها تساوي ماينس حكينا 30. هاي التفاعل اللي بين ايدينا، ماشي. معناته انا بدي اعكس التفاعل عندي هنا، خليه سي هو اللي ينتج اف، في الحاله دلتا اتش تساوي بلس 30. ليش بلس؟ لانه انا عكستها. هل مجموع التفاعلين بعطون تفاعل اصلي؟ نعم، سي بتروح مع سي، فالتفاعل A بلس B بتعطيني سي بتعطيني F، ماشي. في الحالة دلتا H بتكون في الحالة مجموعة عبارة عن 50 جول، هي عبارة عن مجموع الثنتين، تمام. هاي دلتا H of formation. نرجع للموضوع اللي بنحكي فيه، دلتا H of formation NH4Cl احنا غير قادرين نقيسها مرة واحدة، فبالتالي رح نستخدم هيسلو حتى نطلعها. نشوف شو هي الخطوات حتى نطلع NH4، نحضر الـ NH4Cl أو نعمل heat of formation. الـ heat of formation للـ NH4Cl هو عبارة عن طاقة لازم تحضر الـ NH4Cl من خلال تفاعل العناصر الأساسية تبعته اللي هي الـ NH3 زائد الـ HCl، ماشي. إحنا حنقيسها للتفكك تبعها، التفكك رح يعطي نفس الطاقة لكن عكس الاتجاه. فحتى نحضر هذا التفاعل
ماشي، حتى يصير في عندي هنا بتم بأربع خطوات. ال HCl بتتفاعل مع ال NH3 عشان تعطيني ال NH4Cl، هذا هو اللي احنا بدنا ندور عليه. هاي مفهومنا لدلتا اتش فورميشن ال NH4Cl. التفاعل الثاني، التفاعل الثاني لاحظ انه هذا في الاكيوس، ماشي تمام. ال NH4Cl ماشي سوليد بتتحول ل NH4Cl اكيوس، وهذا بمكانها هاي عملية سوليبيليتي، احنا بنحول مادة صلبة بنذوبها، ماشي. ال NH3 ماشي، نرجع كمان مرة لو سمحتوا لي، كمان معنا تفاعلنا الأساسي عبارة عن H4Cl solid، بتفكك بيعطينا NH3 gas زائد HCl gas. هذا الحكي رح نعمله من خلال أربع خطوات. الخطوة رقم واحد ال HCl بتتفاعل مع ال NH3 في ال aqueous form عشان تعطينا NH4Cl aqueous. لاحظ هذا التفاعل عبارة عن acid base reaction، أسد ال HCl بتفاعل مع البيس اللي هي الأمونيا عشان يعطيني أنا H4Cl، ولكن بيعطيني أنا في الأكيوس. الدلتا H فورميشن اللي بدي إياها لازم تكون ال NH4Cl بالسوليد. إحنا بنعرف إنه لو جبنا ال NH4Cl تمام تحولت ل NH4Cl أكيوس، هاي عملية تكوين سوليوشن. طبعا حدا رح يقول طب أنت بدك العكس، ما بتفرق، اتفقنا إنه إذا كان دلتا H لهذا التفاعل 20 ماشي، إذا لو عكسنا التفاعل بتكون ماينس 20. الخطوة رقم ثلاثة، أنا لاحظ إنه الـ NH3 ماشي أنا بدي إياها على شكل غاز، لكن الأمونيا بتكون على شكل ليكويد أو على شكل أكيوس. فبدنا نشوف الـ NH3 ماشي الغاز حتى يعطينا NH3 أكيوس كم محتاج، وهي قيمتها ناقص 3.464 جول معروفة. الـ HCl هو عبارة عن غاز، حتى يتحول لأكيوس كمان محتاج طاقة ناقص 7500 ناقص 75140 جول، ماشي. لاحظ لو محصلة هذول الأربع رياكشن، لاحظ لو جمعناهم، لو جمعنا الأربعة مع بعض، خلينا نشوف هاي NH3 أكيوس مع NH3 أكيوس، ماشي. لاحظ ما بنقدر نلغيهم مع بعض، فلازم نحول رياكشن 3 نعكسه، فهاي بتصفن عندي أنا هنا NH3 أكيوس تعطيني N H3 غاز. طبعا في هالحالة دلتا H بدها تكون بلس 3.464 ماشي. إذا هذا الحكي صحيح فأنا بختصر ال ال NH3 أكيوس، هي هنا أكيوس ماشي. فبختصر ال NH3 مع ال NH3 اللي عندي منها. نفس الشيء ال HCl هذا موجود عندي انا في الرياكتنت، بدي اخليها تصير في البرودكت، فبعكس التفاعل، وفي هالحاله بعكس قيمه دلتا H. فبامكاني اختصر في هالحاله ال HCl غاز ال HCl مع ال Aqueous مع ال HCl اللي عندي انا هنا. اعتقد انا مش مضطر اعكس شيء هنا كمان مره. هاي ال HCl اكيوس اختصرناها مع ال HCl اكيوس، خلينا نحطهم بهذه الطريقه احسن. ماشي، NH3 اكيوس ماشي، هي هاي نعم محتاج اعكسها، هاي هنا اعكسها عشان تصير في الرياكتنت، اختصرناها مع بعض ماشي تمام. NH4 اكيوس NH4Cl اكيوس برودكت، بدي اعكس هاي التفاعل عندي انا هنا عشان احولها لرياكتنت. فباختصار بعد ما تصيرون بتروح هاي مع هاي، فبرجع عندي انا التفاعل الاصلي اللي هو NH4 سوليد بيعطينا NH3 غاز زائد HCl غاز. يا ريت لو تعملوها بالايد، ماشي تمام ممتاز. حتى نطلع دلتا اتش فورميشن لل H4Cl، نرجع لورا شوي حتى نطلعها بعد ما نعكسهم. ما دام انا فعليا بامكاني بعد ما اعكس كل هاي دلتا اتش للرياكشن الاصلي، هو عباره عن مجموع الاربع خطوات مع تعديل الاشارات، ماشي. في الحاله احنا عاملينها بطريقه اسهل، دلتا اتش ان اتش 3 اكيوس زائد اتش سي ال نيوتراليزيشن رياكشن، فدلتا اتش نيوتراليزيشن نحسبها ماشي. بعدين ان اتش 4 سي ال عشان تعطينا NH4Cl أكيوس دلتا H للسولوشن نحسبها. فلو جمعناهم الثنتين مع بعض وما راعينا هنا اللي هي الـ NH3
تكوين ان اتش 3 وتكوين هاي اشتغلنا فقط بخطوطين، فبتكون دلتا اتش للرياكشن، دلتا اتش للرياكشن للفورميشن هي عباره عن دلتا اتش نيوتراليزيشن زائد دلتا اتش للان اتش 3 اكيوس زائد دلتا اتش للاتش سي ال ناقص دلتا اتش للسوليوشن، نفس اللي احنا عملناه لكن هنا حطيناها بشكل قانون. فبالتالي هي عباره عن هاي اكسبيرمنتال عملناها، وهاي كمان اكسبيرمنتالي، وهاي قيمتها عندي موجوده، وهاي القيمه عندي انا هاي القيم موجودة، القيم موجودة، وهاي عملناها هاي اكسبرمنتالي وهاي اكسبرمنتال، نحصلها اكسبرمنتالي. ماشي، كيف البروسيجر؟ ما راح امر على البروسيجر. البروسيجر زي ما حكينا في البداية، اول خطوة اللي راح نعمله، طبعا احنا خلصنا، لكن شو اللي راح نعمله؟ اول خطوة راح نعملها نعمل كاليبريشن للكالوريمتر زي ما حكينا، مية سخنة على مية باردة. بعد هيك بنعمل عملية، بنحسب الاسيد بيس نيوتراليزيشن رياكشن زي ما شفناها، بنطلع اخر خطوه الهيت فورميشن للامونيوم كلورايد اللي هي بنقيس انثالب للسوليوشن ماشي لان اتش 4 سي ال، وانثالب للاسيد بيس ماشي، انثالبي للاسيد بيس ما بين الاتش سي ال هيها ما بين الان اتش 3 الامونيوم والاتش سي ال اللي هو الاسيد بيس رياكشن، وبنقيس منهم خلال القيم. نرجع للمعادله اللي استخدمناها قبل شويه ماشي، بنطلع قيمة دلتا اتش زي ما احنا شفنا في المثال اللي بين ايدينا. فبهي الطريقة اللي احنا بنقيسها، طبعا هاي الداتا اللي بتكون في عندي، طبعا هذا نفس الريبورت الموجود عندي انا عندكم، وهيك بنكون الطريقة اللي بنشتغل فيها. الله يعطيكم العافية، ونراكم في تجربة اخرى ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.